بزاف راك عارفيني غير كندبدب شويه. إن يكن آباؤكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أشنو هو هادشي؟ إن يكن آباؤكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وعشيرتكم، هذا هو المجتمع ديالك، هذا هو المجتمع ديالك، كل شيء داكشي اللي كتعرف في الحياة، العروق ديالك مع هذا الوجود هو الـ هو الـ هو العائلة ديالك. هذاك القلاوي كل اللي كتملك راه كيمشي كيتضرب في زيرو، وغادي تعرف هذه فاش غادي توصل تقرب للموت، غادي تعرف بأن أول حاجة وآخر حاجة كتفكر فيها ماشي الممتلكات ديالك، كتفكر في العلاقات اللي عندك مع الإنسان، الوالدة الوالد. أنا وقعت ليا الطونوبيل، علقت لي الطونوبيل ثلاثة المرات، وثلاثة المرات كتمشي الطونوبيل كلها في الزبل، يعني ما كيصلح فيها والو، كان بيعها ب 400 دولار. وفي كل المرة الأولى بديت كنفكر تلقائيا، ولقيت راسي الطونوبيلة كتجري في الهاي واي ليفت رايت راجعة اللور غادية لقدام، وأنا فاش كنفكر كنفكر في العائلة ديالي، ولادي الوالدة الوالد، فهمتي، كنفكر بواحد لا فيتاس انكرويابل. المرة الثانية وقعت لي نفس الشيء، فرقعت لي الرويضة، غمضت عينيا وقلت غادي نشوف هاد ليكسبيريونس رغم أن نقدر نموت، ولكن بالخف قلتها في دماغي، قلت بغيت نشوف اش غادي نبدا نفكر فيه وحق الرب العظيم. وفعلا لقيت راسي كنفكر، ما كنفكرش في ما بعد الموت، ما كيدخلش واحد الحاجة اللي ما كتعرفش اش فيها، راه ما يمكنش غادي تفكر فيها. واش يمكن لك تفكر في شي حاجة اللي ما عندك عليها حتى شي معلومة؟ امبوسيبل. نفس الشيء المرة الثالثة، يعني أهم حاجة عندك في هذا الوجود هي العائلة ديالك، هي باك، هي مك، هي ولادك، هي ماتك، هي خالك وعمك وصاحبك، المجتمع ديالك. كيجي الإسلام تيقولك إن كان آباؤكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وعشيرتكم، يعني فاش كيقولك عشيرتكم راه كيجمع لك المجتمع، وأموال اقترفتموها، وانت غادي تقدر توكل هاد العائله بلا اموال، اذا خص يكون عندك الاموال، وتجاره تخشون كسادها، هي اللي كتجيب منها الفلوس باش تعيش العائله ديالك. واحد الانسان كاين كيمشي كيخرج كيصيد دب وكياكل منه سيمانه، انت في العود ما تصيد دب، درتي تجاره كتبيع وتشري باش نفس الكونسيبت كده. خويا جبريل لاباس عليك. ومساكن ترضونها، يعني واحد الدار كتسكن فيها، بحال واحد الفرخ كيعيش في واحد العش، انت كتعيش في واحد الدار، نفس الشيء لو ميم كونسيبت، غير الفرخ كيمشي يبني عش، انت كتمشي تبني دار. كل بغيتي انت قدرتي انت تعيش في عش بحال هذا، كون بنيتي عش وما تبنيش الدار، ديت انت عش بحال الفرخ وتريح فيه والدنيا هان، ولكن انت اوبليجي باش دير الدار حيت انت توي فيزيكمون ديفيرون وانتيليكتويلمون ديفيرون، تقدر تبني دار. يعني حتى الفرخ كون عطيتيه لو شوا يدي دار بالخشاب ولا شي حاجه وفيها تقيبه ديالها ومقاده، هو تيقول لك هذا الشيء كله الحياه ديالك بالمجتمع ديالك، هذاك الشيء اللي كتشرق عليه الشمس كامله، ماهيه الوجود ديالك هي الحياه ديالك وولادك والتجاره ديالك، داك الشيء كله اللي كدير في حياتك ما كيسوى والو. ان يكن اباؤكم وامهاتكم واخوانكم وعشيرتكم ومساكن ترضونها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا الشيء علاش تتعرف بأن واحد الإنسان اللي ما كيعطيش القيمة للحياة راه ما يمكنش غادي يدير فيها شي حاجة بوزيتيف، راه ما يمكنش غادي يتهلا فيها. هذا هو الإخوان، طولت عليكم.